مساهمه المجتمع المدني في المنطقه في تشكيل هذه اللجنه ديال هيئه تكافؤ الفرص ومقاربه المواهب. وكان نلاحظ غياب ديال هاد المسؤولين هادو، كنشجبوا ولا اننا كنسجلوا واحد الموقف، لان ما عطاش الاعتبار ديال هاد الهيئات الناس جايين ضاربين عشرات والمئات ديال الكيلومترات وما تعطى لهمش القيمه ديالهم. وهذا زعما راه استهتار، كنعتبره استهتار، لان اخلاقيا وادبيا على الاقل يحضر يجاوب على التساؤلات ديال الناس ويقول لنا هاد الهيئه بالاسماء ديالها وهاد الجمعيات اللي سوات شي اسئله بسيطه ممكن يجاوب عليها، ولكن الغياب شامل للمجلس كامل ماشي غير الرئيس. هو سي رشيد، اذا سمحتي بغينا نعرفوا التسميات ديالك، بما انك من احد الركائز الكبيره في هذه القبيله المعروفه على بالنضال. شنو هو النضال معروفين به الناس كاملين، والذي ذكرني انه هو تيقى مناضي لغزل ما يستبع الفعلة المجاهدين وسلالة تيقى المناضي على اي لقيان يتيوسكار من طرف فيدرالية التنميرات، يعني انت تسرسيد عن وخا ان الاجتماعات خصص استدعو الهيئه تكافؤ الفرص اللي كاين الرئيس ديالها واللي خصو يكون حاضر بقوه فيها، هو اللي دعا للتاسيس ديالها هي الجماعه، لان هي اللي من اختصاصها. وفي النظام الداخلي، هما اللي خصهم ياسوا كيفاش تاسسوا كذا، على ان ماشي هذا هو المشكل. ما يضغى الساده نسبيا بان الناس اللي كيسيروا الجماعه المنتخبين، ما كنهضرش على الموظفين، الموظف كيبقى في يد المنتخب، انا كنهضر على المنتخبين، بينوا على انهم اوردر سنت اللي يطلقوا دران التواصل مع المجتمع المدني، بمعنى انه ضعيف لدرجه اوريز دار حتى يخرج من الدار. ها هي الدار ممكن تشوفها، الرئيس راه فيها ومخبي وما قدرش يخرج، ولهذا حنا كمجتمع مدني ديال المنطقه اولا خصنا نستنكرو، الطريقه اللي تاسس زوار الهيئه اللي استياوسكال، ثم كنستنكرو عدم يقدر يحضر، حاضر وما حاضرش، واش فهمتيني؟ يدير على المجلس ضعيف جدا، المجتمع المدني نسبيا خطمي غط بلي انه قوي، ونتمنى جميع التدخلات الى سمع لهم اللي كيسير هذه الجماعه يكون عنده شويه ترجليت باش يدعي اللقاء جديد يكون في شهر جوج ولا في شهر ثلاثه ويجاوب على هذا الشيء اللي قلنا اليوم. وتحيه للجميع. سي راه ماشي معقول ان جينا من البعيد وجينا باش نتلاقاو مع ويفسر لنا هذه الهيئه فينا هي بعد هي الاولى. المال ديالها هنا ادوار كتقوم بها، شكون اللي كيمثلني؟ هنا جمعيات وهنا مواطنين. هادشي ماشي معقول. شوف بعدا هادشي ماشي معقول. كنسكروا هادشي. بعدين كتعجب هم ساكن البلاد، كيفاش كتهضر القنيطرة، كيفاش كتهضر مكلاس، كيفاش كتهضر الرباط، فهمتي كيفاش؟ على الأقل رئيس الجماعة غير يسكر يلا الخطأ، ياك؟ ولكن السنة الحشومة كتجي يسكر حشومة عيب وعار. هذا عيب، هذا عار، والشباب في الخطر. وصميغة تكملوا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا الجماعة ديال تل الدين باش نحضروا في اللقاء التواصل مع المسؤولين ديال الجماعة، وبغينا نهضروا على الهيئة اللي دارت بدون أخبارنا. ساعة رئيس الجماعة والأعضاء ديال الجماعة تواحد ما حضرش، هما في الدار وما قدروش يجيو عندنا باش يجاوبونا على أسئلة ديالنا، وحنا كنستنكروا كمواطنين هذا الشيء اللي طرا في الجماعه. شكرا.